بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شادي سبيس ايدو تاتش. اليوم موضوعنا هيكون عن كيف ننزل لعبة اسمها الولف تيم. احكي لكم باختصار سريع هي ايش عبارة. هي عبارة عن انسان بيقدر يتحول لولف، بتقعد تقاتلوا تحارب مع بعض. هي شوي لعبة صعبة لكن حلوة، هتفهموا انتوا اكتر لما تدخلوا اللعبة. شو اسمه، خلينا الحين اوريكم كيف تنزلوا اللعبة. اول شي بتروح على جوجل تكتبوا وولف تيم. بعد ما تكتبوا وولف تيم اول واحدة زفت نكست، هي احسن. هاي في تابع على شركة تانية بس انا ما بحب اختار شركة تانية، بحب هاي زفت نكست احسن. تظهر لك هالشاشة هيك قدامكم، تروح على الداونلود، تكبس على الداونلود، تظهر لكم زي هيك. طبعا في تقدر تكبس على هاي او ممكن هاي اذا بدكم اسرع. انا بصراحة برشح لكم جيمر هيل، جيمرز هيل احسن يعني برأيي. طبعا في داونلود تورنت او في داونلود عادي، انا بحب الداونلود العادي. تظهر لكم شاشة مثل هاي، لكم الداونلود تبعكم جاهز، اكبسوا هون عشان ينزل. تكبسوا هون بنزل لكم هي تحت، هاي نزل لكم بس انا ما بحتاجه هلا عشان عندي اياه اوريدي. بعد ما بتنزل جواتها في اشي اسمه سيت اب، تكبسوا على السيت اب هاي. بعد ما تكبسوا عليها ايش بيحصل، بتنزل وولف تيم. طبعا هي المفروض شكلها هيك تكون، انا عندي اياها معلقة شوي فشكلها مش ظاهر. هي هاي ما هي التابعة للشركة التانية لكن هي هيك يكون شكلها، ما تخافوا يعني. المهم يعني اليوم ورجيتكم كيف تنزلوا لعبة الولف تيم. الفيديو كان شوي قصير ولكن اتمنى انه عجبكم وكان حلو، واذا عجبكم الفيديو واذا عجبكم الموضوع اليوم كيف تنزلوها سووا لي لايك وسبسكرايب. وكان معكم شادي ايدت اتش، ومع السلامة.